أنا نحب نوضح اللي هذا الرقم ما نعرفش هو كيفاش قرا إنه الرقم فيه مس من هيبة المربي، كيفاش قرا اللي الرقم فيه إدانة للمربين، في وقت اللي أنا نقول المربين ليسوا قطيعا وكل من يصدر عنه أي فعل مشين من المربين لا يمثل إلا نفسه. وأنا الحقيقة مسألة القطاعية اللي تخلي كل واحد يقول قطاع ذاك خط أحمر مانيش معها. أنا نقول كل القطاعات خط أحمر إلا من تجاوز حده وتجاوز القانون. علاش هالخط الأخضر؟ الخط الأخضر للتلامذة مش للأساتذة لسبب بسيط، والمربين إنه المربي هو إنسان راشد واعي قادر على الدفاع على نفسه، عنده طرق باش ياخذ نفسه أون شارج. يعني إذا كان لطف عليهم المربين اللي يتعرض إلى عنف ولا تعنيف، عنده القضاء، عنده النقابة، عنده صوته، عنده معناها قيمته الرمزية كمربي تخلي الناس كل تدفع ليه، ما يحتاجش خط أخضر. احنا عملنا الخط الأخضر سيدي المربي الكريم، وجهناه للتلامذة أكلي ما عنده والي، أكلي العائلة تمنعه من أنه يتكلم في الأمر، أكل بنية اللي كتجي تشكي لأمها أمها تقول لها أسكت ورد بالك وتمشيش تتكلم وتمشيش تقول. إحنا وجهنا هذا للمراهقين، والسيد الفاضل يعرف اللي سن المراهقة أول من يقع التمرد عليه هو العائلة، ويولي المراهق يحب يظهر روحه ويولي تظهر له العائلة ذيك مصدر سلطة وليست مصدر أمان. نحب نطمنه زاده، هو قال وعنده ألف حق إنه قال تنجم تكون أمور كيدية. إحنا قلنا حساب هذا، ومن سينصت لأي مبلغ، وهذه أول مرة تصير وهذه خصوصية لهذا الرقم دون غيره، من سينصت هو إنسان متكون في الإنصات، هم دكاترة في علم النفس الاجتماعي وعلم النفس ومعاهم زوز مختصين في القانون. يعني كل فريق هما زوز فرق، مختص في الإنصات ومعاه مختص في القانون، وكيف كيف العشية. هذوما ناس تكوينهم يخولي لهم، وهما كانوا لمدة 5 سنوات يعملوا مع الرابطة التونسية للمواطنة التي يترأسها السيد شوقي كبير، يعني متمرسين معناها متكونين. وحتى لنفترض انه باش تتعدى حالة او حالة كيدية، هل يتصور الأستاذ اللي كان يتكلم، أنا ما نعرفش اسمه ماذا بيا نعرف، محمد الطرابلسي كاتب عام مساعد الفرع الجامعي للتعليم الثانوي مش فاقس، حتى ولو كان يا سي محمد باش تتعدى حاجة كيدية، هذا أمر وزارة المربين هما منظوري وزارة التربية، وكيما نخافوا على صغيراتنا كيما نخافوا على مربينا.